مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. معروف عن أبو فلة بسرعة الأرقام اللي حققها على يوتيوب، فقبل شهر من الآن تخطى حاجز 7 مليون مشترك لرسم طريق جديد مدته أقل من شهر ويحقق رقم جديد، وتمكن من تخطي 8 مليون مشترك بهذه الفترة الوجيزة نظرا لجهده وحب جمهوره الكبير لشخصيته ومحتواه. فاحتفاله بالرقم الجديد هالمرة كان مختلف عن العادة وكان بمكان جديد، مفاجأة السيت اب الجديد اللي عمل عليه أبو فلة ليطل على متابعينه منه بفيديوهاته المقبلة وليقدم منه محتوى متطور وبجودة عالية وترضي المشاهد. ألف مبروك لأبو فلة، باركولو بالتعليقات. شاركت نور ستارز مجموعة من الاستوريهات من كواليس تصوير مشروع جديد، فتساءل المتابعين هل نور عم بتصور لشي جديد أو لأغنيتها الجديدة؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. واليوم اللي عم بيعملنا الشعار عميد. هاي عميد، كيفك؟ تمام. شو الشعار؟ شو حلو جايز؟ نيو لوك. هاي أول مرة بشتغل مع عميد، بس كتير الشغل حلو. عزة زعرور عم بتحضر لأغنية المسلسل اللي شاركت فيه مؤخرا، فأداء الأغنية حيكون من طرفها، فشاركت هالستوريهات. ومتحمسة أكتر وأكتر وأكتر اني احكي لكم، شغالين على اغنيه المسلسل وصارت باللمسات الاخيره، فما مصدقه وانا انزل لكم اياها قريبا جدا جدا جدا، يعني اقرب مما بتتخيلوا. رحت شاركت اصاله ستوري على انستغرام من بعد اعلانها هي وانس عن مرضهم بكورونا، وشكرت المتابعين وكتبت شكرا للجميع على المساجات الحلوة والطاقة الإيجابية والدعاء، الحمد لله أنا أفضل بكثير الآن، أحبكم. أما غيث مروان فشارك ستوري على انستغرام وكتب سلامتك أصالة، إن شاء الله تقومي بالسلامة وبترجعي مثل قبل وأحسن. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.